الرحمن الرحيم متابعينا الكرام متابعينا الاعزاء، حفلنا الكريم هنا تتواصل تحدياتنا وانطلاقاتنا من ارضية هذا الميدان، ميدان الفليق لسباق الهجن العربية الاصيلة. على بركة الله وتوفيقه ينطلق الشوط السادس والخاص هنا بالبكار. اللقاية مسافتنا هي 5 كيلومترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب مع الصدارة مع المقدمة، أتابع بداية هذا الانطلاق. بلقاريدو على المركز الأول، محسن بن علي بن محمد الوهيبي من يقدم لنا أريدو على البداية الأولى. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات الشاهينية محمد بن حمد بن سلطان الوهيبي. والمركز الثالث التقدم في هذه اللحظات وصلت وداع سالم بن محمد بن سالم الشبيبي من يأتي على المركز الثالث. رابع المراكز التدخلات هنا أيها الحفل الكريم من شعار الغيلاني، من يأتي في هذه اللحظات المثيرة حاملة رقم 22 وصلت مهمة سيف سعيد بن سالم بن علي الغيلاني، من يأتي مع مهمة. المركز الخامس والتحديات الجانب الأيمن هنا، التحديات والانطلاقات. إذن أيها الحفل الكريم أتابع من الجانب الخامس المراكز والانطلاق من قبل جمرة ناصر بن غدير بن حمدان الوهيبي. والمركز السادس هنا أيها الحفل الكريم وصلت مراسيل يوسف بن زويد بن برغس اليحافي من يقدم مراسيل على مستوى المركز السادس. المركز السابع أيها الحفل الكريم أتابع بشاير يا سلام أصبيح بسالم بن نواف الغيلاني من يأتي على المركز السابع وثامن المراكز. والانطلاق في هذه اللحظات صوغة من تأتي سالم بن علي بالطناف الدرعي المركز التاسع، وتابع انطلاقة وتحديات باقية مكتوب بسعيد بن سالم المقبالي الله. والمركز العاشر النداء الأخير، هناك التقدم هناك الانطلاق بشاير سعيدة بن هدوب سعيدة العمري. ها هو العشر المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق المثير. أعود إلى الصدارة إلى المقدمة إلى الانطلاق الأول وتحديات الصدارة، وأريد لا زالت تريد المركز الأول على البداية الأولى على الصدارة على المقدمة ما أريد. الله يا أريد منطلق انطلاقة الفوز على البداية الأولى على التحديات. من يقدم لنا أريد؟ محسن بن علي بن محمد وهيبي من يأتي على الصدارة على المركز الأول، بينما المركز الثاني الشاهينية محمد بن حمد بن سلطان الوهيبي. والمركز الثالث القادمة بكل قوة. إذن صاغة سالم، إذن وصلت أيها الحفل الكريم شعار الغيلاني. الله الله يا سلام على هذه الانطلاقة على هذه التحديات اللي مهمة سعيد بن سالم بن علي الغيلاني من يأتي على المركز الثالث. المركز الرابع التقدم في هذه اللحظات وصلت جمرة ناصر بن غدير بن حمدان الوهيبي من يأتي على المركز الرابع. والمركز الخامس القادمة بكل قوة بكل تحديات وإثارة وصلت وداع سالم بن محمد بن سالم الشبيبي. الله بشاير وصلت أصبيح بن سالم بن نواف الغيلاني. والمركز إذن المركز السابع، هنا الانطلاقة هنا التحديات والإثارة مع انطلاقة مراسيل يوسف زويد بن برغس اليحافي. الله الله يا سلام يا سلام. أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة إلى الانطلاقة الأولى والتحديات. أريد على البداية الأولى على الصدارة على الانطلاق الأول والتحديات. أريد طارة الفوز محسن بن علي بن محمد الوهيبي من يأتي مع انطلاقة تريده يقدم لنا هذه التحديات. ما شاء الله عون ولون. الله اللهم صلي وسلم على هذا الأداء، أداء أريده على البداية الأولى على التحديات.
ولكن القادمة الشاهينية محمد بن حمد بن سلطان الوهيبي، ما شاء الله الثنتين اللي زان بهن القاع، يا سلام يوم وصلن عند الكيلو ولعت ما بينهن نار اللظى، الله يا ريدو الله على هذا الأداء الكبير الأداء المثير مع ريدو على البداية الأولى على التحديات، ومشكور من يقدم لنا ريدو محسن بن علي بن محمد الوهيبي الملك الثاني، والضغوطات القائمة من قبل الشاهينية محمد بن حمد بن سلطان الوهيبي، الله ما شاء الله، وين الأسماء الباقية؟ وين الافتراقات الباقية؟ لكن الثنتين انفردا مع أريدو، أريدو أريدو يا سلام، هذه شركة الناموس مع الفوز مع الانتصار مع أريدو على البداية الأولى على الصدارة على المقدمة، لكن القادمة 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 الشاهينية محمد بن حمد بن سلطان الوهيبي، تحرك الوهيبي، ولكن أريد الله التنافس، يا سلام من أراد النداء فليتقدم، تابع التغيير الذي طرى وجرى على البداية الأولى مع شاهينية محمد بن حمد بن سلطان الوهيبي، من يأتي على الصدارة على المركز الأول على الانطلاق الأول والتحديات، لكن أريدو يا سلام على هذه الانطلاقة، انطلاقة أريدو والشاهينية على البداية الأولى على الصدارة ما حولها شيء، الله انفرد انفراد كلي، لكن الأسماء القادمة الأسماء المنطلقة، لكن الشاهينية على البداية الأولى محمد بن حمد بن سلطان الوهيبي، والملك الثاني أريدو محسن بن علي بن محمد الوهيبي، وين التنافس؟ وين التحديات الأخيرة الانطلاقة المثيرة التحديات؟ يا سلام أريدو وصلت أريدو، انطلقت أريدو مع البداية الأولى مع التحديات، عادت واستلمت حقوقها المنهوبة من قبل الشاهينية، سلام يا أريدو على هذا الأداء الكبير الأداء المثير مع أريدو، الله يا سلام يا سلام، أريدو محسن بن علي بن محمد الوهيبي على البداية الأولى أمام المنصة، لكن أتمنى السلامة، أتمنى التحديات، الفوز الانتصار مع أريدو، ولكن الضغوطات أيضا قائمة قبل الشاهينية محمد بن حمد بن سلطان الوهيبي، لكن أريدو تعزز سماوية الناموس من فريدة كل الانفراد على البداية الأولى، ما شاء الله أريدو الفوز القادم الشاهينية، التحديات المثيرة والانتصار، أريدو فازت أريدو، انطلقت أريدو، تهانينا والناموس لمالك أريدو محسن بن علي بن محمد الوهيبي على فوز أريدو بالمركز الأول والمركز الثاني، وصلت الشاهينية محمد بن حمد بن سلطان الوهيبي المركز الثالث، ثالث المراكز وصلت اللي هي هملولة، إذن هملولة ملك داود بن سليمان التبعي حسب التسجيل المسجل لدي في هذه اللحظات، إذا لداود بن محمد التبعي، وتهانينا والناموس أيها الحفل الكريمة لمالك أريدو.